حبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. رسول الله مدات البرايا ولكل محجة بيضاء. رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم البرايا ولكل محجة بالله. ربي صلي على الحبيب محمد وعلى آل محمد. خص منه محمدا بالمزايا الغر من المعراج والإسراء. ربي صلي على الحبيب محمد. بأمداد فضل منك في كل أحياني نفعل الله بك ما زلنا لدى كل حاجة، لأنك باب للرسول وتياني نفعل الله وسلمه في نيل كل مهمة بصدق وداد صاح تحظى بإيقاني نفعل الله. هو قبر شيخي في براوة فوق ما الباز لما عنك ظليل نوراني قبر شيخي في براوة فوق ما جد الباز لما عنك قنديل نوراني نفعنا الله. مدير بتعجيل المسرة من نحى إلى زوره في طيب قلب بقرباني نفعنا الله. من محاسن سجية ما تكيل عنه يد الناحي بنظر وميزان خشوعا وقورا كان خائف ربه خبيرا لأسرار وخيرات أقراني خليلا إلى المولى دعامة دينه دعا لابتداء من نعى عنه والداني ذكورا ذكيا ذا وقار وهيبة فذكر علاه يشغل القلب من راني رأى المصطفى الهادي وقربه فكان رأينا معاليه بسر وإعلان زينة الدنيا وما زال زاهدا تباعا لطه المصطفى طول أزمان مدح المجتبى خير خلقه ومن تحته من صالحين ذوي الشان شهير لدى الأشراف شرقا ومغربا بشامخ فضل شاع في كل بلدان صريح لسان لا يطيق صفاته أي حوار مال الأرض صاحب حسبان ضياء منيرا كان في القادرية كشيخ أويس بل وتوأم إحسان طبيبا لأبدان البرية ماهرا طغى من قلاه واستردى بخسران ضريفا ظهيرا للمساكين كم له من المكرمات الظاهرات ببرهان علت عدن من فضله وكهبية لإخبار ما غابت ووابيل سيحان غدا جبلا في العلم والحلم والتقى فكم من كرام منهم مثل ابن عثمان يا ربنا انفعنا به وعلومه وأسراره نحظى بفوز لداران قصدنا إلى باب الكريم بذلة فجد بجزيل الفضل يا واسع الشان أوى قلبنا ما حل فينا من البلاء ولا طف بنا في كشف كل بسرعان لكل محب جاء هبه مراده وسهي أمور الحاضرين بفيضان لكل محب جاء هبه مراده وسهل أمور الحاضرين بفيضان يا رب الله.
خيرات تسب عليهم ولا سيما فالي ومن معه الهاني. سبحان الله يسب خيرات تسب في ضريحه ولا سيما فالي ومن معه الهاني. سبحان الله لمن عمود خالص نيتي زيارة مولانا بروح وريحان. نفعنا الله به من أحيى زيارته أخي وأعوانه من كل من جاء بقربان. نفعنا الله به إليك يا أبا أحمد فقوم وبادر إلينا بالمرامي بعجلان. نفعنا الله أن أحتضي في سرك المتبلج مدحتك مع أهلي محبي وإخواني. أمينا بما يفوز بعفو الله ثم بغفراني. سبحان الله بأعلى صلاة ثم أن تحيتي وتبدو يواقيتي على خير إنساني. سبحان الله وأصحابي وأتباع دينه عن وقوط سيد العاد القدير جيلاني وآل وأصحاب وأتباع دينه جميعا وقوط عبد قدير جيلاني. تم ابنه الشاشي توسل قائلا لشيخ البراوي جد بعفو وغفران. اللهم شر نفحات فاتحه.